أهلا بكم في ليلة معكم مازم علي ونناقش فيها. قال المبعوث الأممي عبدالله باتيري إن الأطراف التي تعمل على إيجاد ترتيبات وحكومات انتقالية أخرى إنما تهدف إلى تقاسم الكعكة داخل البلاد وفق تعبيره. شدد باتيري على أن مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة بل على طموحات المواطنين، مؤكدا أن البعثة الأممية ليست في ليبيا لمحاباة أي طرف أو جهة. نناقش هذا الموضوع في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة تتابعون عناوينها مع خديجة بن رحوان. شكرا آزم. إذن تتابعونا في نشرتنا الليلة. باتيري يقول إن مستقبل ليبيا لا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، ويصف الباحثين عن حكومات انتقالية بالراغبين بتقاسم الكعكة وسط أوضاع إنسانية صعبة. كاميرا الأحرار ترصد استمرار توافد عشرات المهاجرين من تونس باتجاه الأراضي الليبية، وتوقعات بعودة تشغيل خط مياه إجدابية خلال 10 أيام، وجهاز النهر ينفي وفاة أحد عامليه أثناء صيانة الأنبوب المنفجر. يشاركني في تقديم نشرة الليلة رفعت كوش. وفي نقطة نقاش تتابعون: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والمخاوف من تأخر وصولها على طاولة المناقشات من جديد. خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين في الإمداد الطبي، حذر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من مغبة تأخر تنفيذ العطاءات الطبية ما يسهم في انتشار الفساد داخل القطاعات الطبية وفق قوله. فما هو واقع الحال داخل مخازن الإمداد الطبي؟ وما هو حجم توفر المستلزمات أو الأدوية، خصوصا أدوية الأمراض المزمنة منها؟ وما هي أسباب تأخر تنفيذ العطاءات العامة للأدوية؟ في ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف على أبرزها رفقة الزملاء بدر ومحمد. إليكما. شكرا لكم. في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، متواعدا باتخاذ إجراءات قانونية، المصرف الزراعي بالجفرة يطالب المدينين بتسوية أوضاعهم المالية في غضون أسبوع. وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة، الأهلي طرابلس يتعادل في ظهوره الثاني ضمن البطولة العربية ويؤجل حسم التأهل إلى الجولة الثالثة. كانت هذه عناوين الليلة، ما نفلقكم على أسس ساعة مقبلة، فكروا معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المبعوث الأممي عبدالله باتيري إن الأطراف التي تعمل على إيجاد ترتيبات وحكومات انتقالية أخرى يريدون ما وصفه بتقاسم الكعكة داخل البلاد. وشدد باتيري خلال كلمته في ملتقى حكماء ونخب فزان على أن مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة بل على طموحات المواطنين، مؤكدا أن البعثة الأممية ليست في ليبيا لمحاباة أي طرف أو جهة. في سياق متصل، أحاط المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير توافقها على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيسا على مخرجات لجنة 6+6. هذا وطرح باتيري على المنفي خلال لقائه به الأحد نتائج اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 الذي استضافته مدينة بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين. لم تعد الأمم المتحدة قلقة فحسب كما جرت العادة، فما يجري في ليبيا يبدو أنه يفجر كل صمت بعد وصول الحال إلى عداء لا ريب فيه بين البعثة الأممية ومجلس النواب. كل من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية لا يريدون سوى تقاسم الكعكة، وسيذكر التاريخ ذلك. لم يقبل باتيري بإجراءات أحادية من النواب كما يصفها، يحذرهم اليوم مما يسجله التاريخ، ويمضي مهددا بغد يحمل حلا لا يجب أن يكون النواب والأعلى للدولة طرفين فيه. مستقبل البلاد يجب أن لا يتوقف على مجلسي النواب والدولة بل على رغبات وطموحات المواطنين.
وضح باتيلي بكلماته ملامح وأطر ما تراه البعثة حلا، فرفض ما يدعو إليه مجلس النواب والدولة من تشكيل لحكومة جديدة، ورأى أن الحل فقط عبر صناديق اقتراع يختار عبرها الشعب رئيسا وبرلمانا جديدين. New Libya can come only through an electoral process. لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا من خلال إجراءات انتخابية، حيث يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب ورئيس الدولة. وباتيلي لدى النواب متهم بمحاولة تعطيل كل اتفاق ليبي وإطالة الأزمة لتحقيق مصالحه الشخصية، كما يقول عضو المجلس بدر نحيب، ويضيف أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على خريطة طريق وسيشكلان حكومة جديدة لا محالة. تأتي تصريحات باتيلي بعد جلسة لمجلس النواب نال فيها المجتمع الدولي والبعثة الأممية من الانتقاد ما نالوا، معتبرين أن الدول كافة لا تستطيع الوقوف أمام ما سموه الإرادة المحلية إذا ما سار مجلس النواب والأعلى للدولة في اتفاقهما. لا مجتمع دولي، لا عدبوا سفراء، لا لبوا البتيني هذا ينزل معنا في برقة حرقة تحرق، نحن نحل مشاكلنا برواحنا. أنا مستعد أي سفير الزالة نضرب كفوفة تعتب يضرب كوشي والله واللزة. واتفاق مجلسي النواب والدولة ذاك إن جرى فسيجلب لليبيا حكومة هي العاشرة، كل واحدة من تلك الحكومات كانت تتعهد بأنها الأخيرة ومن بعدها الانتخابات. لكن ما يثير قلقا أكبر لدى مراقبين هو أن تعزز الحكومة المقبلة إن أقبلت الانقسام، خاصة إذا رفض المجتمع الدولي الاعتراف بها ورفضت بيبة وحماد التسليم إليها. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من جنوة المحلل السياسي محمد فؤاد، أهلا بك. باتيلي يقول إن مستقبل ليبيا لا يتوقف عند النواب والدولة، وأيضا عضو النواب بدر النحيب يتهم باتيلي بمحاولة عرقلة أي اتفاق ليبي. ما تقييمك لهاتين الرؤيتين؟ في كلام باتيلي إلا أنه خرج من باتيلي نفسه، يعني هذا ما نقوله أعتقد من حوالي 3 أو 4 سنوات ونحن نتحدث على أن مجلسي الدولة والنواب إنما يريدون فقط الوصول إلى سلطة تنفيذية جديدة، ويريدون تقاسم المناصب فيما بينهم، وأنه لا نية لديهم في الوصول إلى الانتخابات. أنا أعتقد أن كل ليبي الآن يعلم هذا جيدا. الجديد الوحيد في الأمر هو أن باتيلي قاله علنا وأنه خرج من مسؤول أممي وهو رئيس البعثة الأممية في ليبيا. مجلسي النواب والدولة اللي كانوا دائما مختلفين الآن متفقين، يحاولوا الوصول إلى حكومة، يريدون مازال بعد ما قسموا كل المؤسسات، يعني الآن نشاهد كل المؤسسات المهمة في الدولة مقسومة، لم يبقى تقريبا إلا المصرف المركزي موحدا، حتى القضاء المدة الأخيرة قسم، الآن يحاولون الوصول إلى السلطة. ولكن أنا أعتقد أن هذا لن يحدث. بيان الدول الخمسة وبيان البعثة الأممية اللي صدر في الأيام الماضية كان حاسما في هذا الموضوع. الحكومة الوحيدة اللي موجودة الآن هي حكومة طرابلس، حكومة عبد الحميد الدبيبة، والحل الوحيد أمام مجلس النواب ومجلس الدولة هو أما الوصول إلى قوانين يمكن تطبيقها، مش العبث الإطلاع من لجنة 6+6. ملاحظات البعثة رغم أنها خرجت من البعثة، ولكن هذا كل ما يقوله كل ليبي، كل مطلع على الأمور يعلم جيدا أن ما وضعه لجنة 6+6 إنما هو عرقلة فقط وليس الهدف منه وصول الانتخابات كما حدث في سنة 2021 تماما. الآن إما مجلس الدولة ومجلس النواب يقوموا بتعديل هذه النقاط منهم ويضعوا جدول واضح لانتخابات محددة ومع تعهد جميع الأطراف، لأن هذه نقطة أخرى يطالب بها الجميع الآن وخصوصا المجتمع الدولي، تعهد جميع الأطراف بقبول النتائج، وإما فإن حكومة عبد الحميد دبيبة موجودة. نعم. متاع خالد المشي وكيلة صالح وصل إلى طريق مكتوب. طيب سيد فؤاد، يعني باتيلي قال أيضا بأن الحل سيكون عبر الانتخابات وأيضا اختيار رئيس وبرلمان جديدين، فهل تشير المعطيات ربما إلى قبول الأطراف بما تسعى له البعثة في المستقبل القريب، أم أن هناك خيارات أخرى ربما تفرضها الأطراف السياسية؟ شوف، احنا خلينا نكون متفاهمين. اولا ان مجلسي الدوله والنواب لن يتركوا السلطه ولن يخرجوا لنا باي حل، ونحن نقولها باللغه العاميه البسيطه اللي يفهمها المواطن. مناس تاخذ في راتب اكثر من 16,000 دينار شهريا لمده 10 سنوات وهم في السلطه ويستقبلوا بالبساط الاحمر، لن يتركوا السلطه.
ولن يقروا لنا أي انتخابات، لن يقتنع هؤلاء بالذهاب خارج السلطة. وفي الحقيقة أن بعضهم قالها علنا حتى على التلفزيونات يعني. فهذه أول نقطة يجب أن نتفهموا فيها. الآن أمام مجلس النواب ومجلس الدولة كما قلت عندهم حلين، إما أنهم يعدلوا هذه القوانين ويخرجوا بقوانين يمكن تطبيقها بعيدا عن موضوع الحكومة الانتقالية اللي يبغوا يديروها، وإما فأنا أعتقد أن باتيلي سيذهب إلى لجنة حوار جديدة. على العموم هذا ليس جديدا، لأن ستيفاني في الحقيقة في لجنة 75 أعطت لمجلسي الدولة والنواب 26 من 75، يعني ثلث من يقرر مصير ليبيا، وهذا مفهوم يعني، لأن مجلس الدولة ومجلس النواب إنما انتخبوا من 10 سنوات ماضية، لا يملكون في الحقيقة شرعية انتخابية حقيقية، ووجودهم في السلطة الآن مبني فقط على أساس اتفاق الصخيرات اللي هو برعاية دولية، لذلك لا يستطيعون المعارضة في هذا الموضوع، إما أنهم يذهبوا في سياسة الوصول فعلا إلى انتخابات، وإما أنا أعتقد أنه سيتم تجاوزهم، لكن حيكون في إطار عملية سياسية شاملة. هذه النقطة مهمة جدا، أهم نقطة في العملية السياسية الشاملة هذه اللي تكلموا عليها، أن جميع الأطراف تتعهد بالقبول بنتائج الانتخابات بعد طبعا صدور تعديلات مهمة على ما خرج من لجنة 6+6، سيكون أي قانون انتخابي معتمد على ما خرج من اللجنتين، ولكن بعد تعديل النقاط اللي هي في الحقيقة ليست نقاط إنما هي ألغام وضعت لكي لا نصل إلى انتخابات. نعم، كنت معنا عبر خدمة سكايب من جنوة المحلل السياسي محمد فؤاد، شكرا جزيلا لك. بحثت المفوضية العليا للانتخابات مع خبراء البعثة الأممية استئناف انتخاب المجالس البلدية تحت إشرافها تنفيذا للقانون القاضي بتوليها اختصاص إدارتها وإنجازها. هذا وناقش الاجتماع أيضا مسألة الربط بين الانتخابات العامة والمحلية والإمكانيات والبدائل المتاحة لإجراء هذه الانتخابات بشكل متزامن توفيرا للوقت والجهد وحفاظا على المال العام وفق المفوضية. ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع السفير التركي في ليبيا كنعان يلمز، ناقشت تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين بما فيها طويلة المدى لرجال الأعمال بالبلدين. كما بحث اللقاء الذي جرى اليوم بمقر وزارة الخارجية في طرابلس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب بين المعهدين الدبلوماسيين الليبي والتركي. من جهته جدد السفير التركي كنعان يلمز دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة وجهود وزيرة الخارجية من أجل الحفاظ على الاستقرار في ليبيا. أكد مراسل الأحرار استمرار توافد العشرات من المهاجرين من تونس باتجاه الأراضي الليبية وتحديدا إلى منطقة العصر. وأضاف مراسلنا أن حرس الحدود أنقذ اليوم الأحد مهاجرين اثنين كادا أن يفقدا حياتهما بسبب نقص المياه والمشي لمسافة طويلة في الصحراء لمدة 3 أيام مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 50 درجة مئوية. هذا ورصدت كاميرا الأحرار توافد المهاجرين عبر صحراء تونس إلى الأراضي الليبية. المزيد خديجة مع الزميل محمد النبوت من منطقة العسى الحدودية. نعم، إذن نحن نتواجد الآن في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الحدود الليبية التونسية تحديدا إلى الغرب من منطقة العسى، هذه المنطقة الشاسعة والمفتوحة كما ترون، هذه المنطقة الصحراوية هي الفاصلة بين ليبيا وتونس بين الحدود الليبية التونسية. ربما أيضا تأخذكم اللقطة بجانب دوريات جهاز حرس الحدود وكذلك كتيبة 119 لحراسة الحدود، هذه العلامة هي الفاصلة حاليا بين الحدود الليبية التونسية. لا تزال مجموعات وأفواج المهاجرين تصل تباعا إلى هذه المنطقة عبر الأراضي التونسية. اليوم وصل مجموعة من المهاجرين حاليا تم ضبطهم من قبل جهاز حرس الحدود والهجرة وكذلك الكتيبة 119 لحراسة الحدود. والله من حوالي 10 أيام أو أكثر أو 15 يوم وهي تتوافد يوميا يعني أعداد بالمئات القوات التونسية والسلطات التونسية تقوم بإحضارهم كانت للمنطقة دي، أكثر شيء المنطقة هذه النقاط التونسية أمامنا
يقوم بوضعهم في الحد التونسي، يقوم بدفعهم بقوة إلى داخل الأراضي الليبية. وفي هذه الصحراء في درجات حرارة شديدة، العدد كبير منهم لقى حدفة، تم انتشال عدد كبير من الجثث عن طريق الطب الميداني والهلال الأحمر. ويوميا يعني قبل شوي انت شفت معنا يعني زوز ينام في الرمق الاخير من ممكن ثلاث ايام هم في الصحراء تايهين في درجات حراره عاليه، ويوميا بنفس الحال هذه ما وقفت. نشوف فيهم قدامكم يعني في ذكور، احنا بالنسبه لتعليماتنا احنا النساء والاطفال يتم تسليمهم الى الجهات المختصه، لكن بالنسبه للذكور كيف ما تشوفوا نقدم لهم في المساعدات الانسانيه الماء والاكل، واذا شخص يعني جاي مصاب من غادي نعالجه فيه ونتم رجعه، لان هذه تعليمات اي شخص مهاجر يعتبر متسلل من غير اوراق رسميه فيتم ارجاعه من حيث اتى. ايضا معي احد المهاجرين الذين وصلوا اليوم إلى الأراضي الليبية، لو تحدثنا كم يوم بقيتم في 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 الطريق وكيف وصلتم إلى ليبيا؟ مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمد عماد محمد، مواطن سوداني. تم ترحيلي من الخدمة، يعني كنت جاي من الخدمة وتم مسكي من قبل في تونس أيوة، وفي صباقس، وتم القبض علي واخذوا كل اوراقي مثل الجواز، وتم ترحيلي الى الصحراء او في المنطقه اللي موجودين فيها حاليا، وتم رمينا في الصحراء ثلاثة ايام قاعدين. يعني من هي الجهه التي قامت بوضعكم قريب من الحدود الليبيه؟ الجهه التونسيه. هل هي جهه رسميه؟ لا ادري، هم يلبسون الملابس الرسميه تحت الحكومه، وهم يعني هم. هل وصل العدد بالكامل؟ هل هناك وفيات؟ هل تعرضتم لأي مشاكل؟ أجل، فتم الضرب، تم ضربنا بالضرب المبرح، وحتى من هنا كثير من الناس كانوا معنا ماتوا في الطريق، منهم نساء منهم أطفال ومنهم عجائز أو أقصد كبار في السن وهكذا. طيب أين وجهتكم الآن؟ وجهتنا الآن لا أدري الآن، يعني أريد أن أذهب، أو كنت في تونس وتم طردي من تونس. لماذا اتجهت من ليبيا؟ أريد العودة لبلادك أم الهجرة؟ أريد الهجرة عبر ليبيا. لا، لست في ليبيا، كنت أتيت من النيجر، دخلت الجزائر، من الجزائر دخلت إلى تونس. هكذا تمت طريق الدخول إلى تونس. نعم، شكرا. نعم، إذن هذا بالمجمل الوضع العام الذي تعيشه الحدود الليبية التونسية، تحديدا في هذا الشريط الممتد من الشمال حتى منطقة ربما مشهد صالح باتجاه الجنوب، ومرورا بمنطقة العسة، وكذلك العديد من المناطق القريبة هنا على الخط التماس المحادي للحدود الليبية التونسية. أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح السعدي بدء أعمال اللحام عقب تركيب القطع الخمس لإصلاح الأنبوب المتضرر بالخط الناقل بين جدابية وبنغازي. هذا وقد أضاف الساعدي في تصريحات للأحرار بأن أعمال الصيانة تسير وفق المخطط وقد تنتهي قبل المدة المحددة في الجدول الزمني، مشيرا إلى أن العطل الرئيسي سبب بعض الأضرار في أنابيب بعيدة. هذا ونفى جهاز النهر صحة الأنباء المتداولة في بعض منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد العاملين بجهاز النهر أثناء أعمال صيانة الأنبوب المتضرر في جدابية. عشرة أيام فقط وتعود مياه منظومة النهر الصناعي للتدفق عبر الخط الممتد بين زويتين وجدابية وبنغازي. هذا ما توقعه عميد بلدية جدابية مبارك المنفي في تصريحات خاصة لليبيا الأحرار. المنفي أكد أيضا في ذات التصريحات أن البلدية تعمل بشكل مكثف على ملف تعويض المتضررين من السيول التي سببها انفجار خط النهر عبر تشكيل لجنة تطلع بحصر الخسائر والأضرار، وأنهم في تنسيق مع الحكومة حول الخطوات اللاحقة فيما يخص التعويضات وتقديراتها. جهاز النهر الصناعي القائم على أعمال الصيانة نفى من جهته أخبارا تداولتها عدد من صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد أفراد الفريق العامل على صيانة الخط المتضرر، وأكد الناطق باسم الجهاز صلاح السعدي في تصريحات للأحرار بدء أعمال اللحام
عقب تركيب القطع الخمس لإصلاح الأنبوب المتضرر بالخط الناقل بين جدابية وبنغازي. وبين تأكيدات جهاز النهر سير أعمال الصيانة وفق المخطط لها وتوقعات عودة المياه خلال الأيام العشرة القادمة، يبقى السؤال حول وجود إجراءات حقيقية تضمن عدم تكرار مثل هذا الحدث الذي يمكن وصفه بالكارثة بالنظر لما خلفه من أضرار مادية لم يتم حصرها بشكل دقيق حتى الآن. ينضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي. أهلا بك سيد الساعدي. إذن يبدو أن عملية تركيب القطع وإصلاح الأنبوب المتضرر بالخط الناقل بين جدابية وبنغازي قد بدأت بالفعل بحسب تصريحات حضرتك سابقا، ولكن هل 10 أيام كافية برأيك أم أن تصريحات عميد بلدية جدابية مبارك المنفي مبنية ربما على التفاؤل المبالغ فيه؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لكم على استضافتكم ومتابعتكم لهذا الموضوع الجلل الذي يعاني منه جهاز النهر الصناعي خلال هذه الأيام. أنا أؤكد على ما أفاد به السيد عميد بلدية جدابية. الجدول الزمني هو مفروض أن يكون 18 يوما حسب الجدول المقدم من شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، ولكن الجهاز أصر أن يكون المدة أقل. طبعا 18 يوما هذه بدأت منذ 3 أيام أو 4 أيام. نحن الآن الحمد لله الأمور ماشية بخطى جيدة جدا وممتازة. الشباب على العمل على قدم الوساق وخلال 24 ساعة متواصلة. اليوم كنا في موقع العمل، فعلا جميع الأنابيب إن شاء الله يعني تم تركيبها بالكامل 5 قطع. أعمال اللحام بدأت ليلة البارحة مباشرة ومستمرة حتى هذا اليوم ومستمرة إن شاء الله إلى أن تستكمل. المفروض أن أعمال اللحام تستغرق ما بين 5 إلى 6 أيام، ولكن حسب خبرتي في هذا الموضوع وحسب ما أفادني به السيد مدير عام شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء أنه حيكون أقل من ذلك. إحنا كل يوم أو كل لحظة أو كل ساعة نكسبها هو مكسب لنا. نحن الشباب يعملوا بجد، المعنويات مرتفعة جدا، وإن شاء الله حنستكمل الأعمال. طيب وسط هذه الأعمال ووسط هذه الخطط سيد الساعدي، يعني هل تتضمن إجراءات ما ربما سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث والأضرار الكبيرة الحقيقة التي خلفها؟ نعم سيدتي، كما أشرت حضرتك فعلا أضرار جسيمة، ولكن لا ننسى، لابد أن لا ننسى أن السبب في هذه الأضرار هو أحد المواطنين وليس جهاز النار وليس في خلل في المنظومة. هذا ما جنته يدانا، وهذا يفترض أن القانون يأخذ مجراه، وأن الشخص الذي أدى لهذه المصيبة أن يعاقب وأن يطبق عليه القانون. جهاز النار الصناعي كما تعلمين سيدتي أصدر أو يعني قدم مسودة قانون وتم اعتمادها مجلس النواب، قانون رقم 7 لسنة 2021. أنا أؤكد وأؤيد ما تفضلت به حضرتك أن لابد من معاقبة العابثين بمكونات النار، وما حدث قد يكون درس لنا جميعا ويبين أهمية المشروع وحساسيته وضرورة أن هذا أمن قومي مائي، لابد أن السادة في الساسة أن يهتموا به ويدعموه ويحموه بكل ما أوتوا من قوة. طيب سيد سعدي، كيف تسير عملية إحصاء الأضرار من أجل تعويض المتضررين من هذه السيول التي سببها انفجار خط النهر؟ سيدتي، هذا الجانب من الموضوع ليس من اختصاص جهاز النهر الصناعي، وليس النهر الصناعي هو المسبب لهذه المشكلة، هذه مشكلة عامة. ولا حتى عملية إحصاء الأضرار؟ نعم سيدي، هذا اختصاص سيد عميد بلدية جدابية بحكم المنطقة تقع في نطاق مدينة بلدية جدابية، هذا اختصاص أصيل له. وهو طبعا أنا متأكد وكنت على بجانبه، والرجل يعني بصراحة جد نشط ومهتم بهذا الموضوع، وأعتقد أنه شكل لجان خاصة بأعمال الحصر وتقييم الخسائر. أنت عارف هذا الموضوع له علاقة بالدولة، له علاقة بجهاز النهر. نحن لسنا متضررين، ولو ان في حد يحتاج الى تعويض اعتقد النهر الصناعي يحتاج الى تعويض.
شكرا لك مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي سيد صلاح الساعدي، كنت معنا عبر الهاتف من بنغازي، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا ننتقل معكم إلى أخبارنا الاقتصادية رفقة الزميل محمد الجرج. إليك محمد. شكرا لكم. بحث الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية لدى تركيا عمر درهوب مع المدير العام لشركة سكاي المنفذة لمعرض ميتال إكسبو بحث الترتيبات الجارية لإقامة معرض الصناعات المعدنية على أرض المعارض في اسطنبول نهاية سبتمبر المقبل. درهوب أكد أن اللقاء يأتي في إطار متابعة الإعداد لمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الليبية من القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاركين من دولة ليبيا في الفعاليات الاقتصادية والتجارية الدولية. أعلن مطار باري المدني انتهاء أعمال فرش الطبقة الأخيرة للمهبط الرئيس وممر التوصيل وساحة توقف الطائرات التي تنفذها شركة ماتياس ليبيا. بدورها أوضحت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات أن نسبة إنجاز مشروع صيانة مهبط مطار أوباري وصلت إلى 94% مؤكدا قرب استكمال المشروع. أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا أهمية تدريب وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل لدى سوق العمل في مجالات ريادة الأعمال المهنية. وأوضح العابد في تصريحاته التي جاءت على هامش تخريج دفعة من 100 متدرب في مجالي تشخيص أعطال السيارات وصيانة الهاتف النقال بمدينة زليطن، أوضح أن المرحلة الثانية من مشروع التدريب ستشمل 130 متدربا في مجالات صيانة المضخات الغاطسة والطاقة الشمسية والتبريد بالإضافة إلى التكييف. طلب المصرف الزراعي فرع الجفرة زبائنه المديونين بأقساط مالية لصالح المصرف، طلبهم بضرورة مراجعته لتسوية أوضاع الديون المستحقة عليهم في غضون أسبوع واحد. المصرف لوح باتخاذ جملة من الإجراءات القانونية لاستيفاء حقوقه، من بينها تطبيق قانون الحجز الإداري على الحسابات لدى المصارف التجارية والعقارات والمنقولات وإحالة ملفاتهم لمكتب النائب العام، مشيرا إلى أن محاولة بيع هذه المزارع باطلة قانونا. قال وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو هيسة إنهم ماضون في دعم مشاريع تطوير تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم التقنية والمعلوماتية. تصريحات أبو هيسة جاءت خلال مشاركته عبر الزوم في ملتقى تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في نسخته الخامسة، حيث أكد دعم ليبيا لمشاريع مساندة وتدريب الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا. بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الوطنية التابعة لوزارة المالية الصغير معالف تعزيز وتنشيط الحركة التجارية بكافة المناطق. اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض بحث آلية عمل الشركة والخطة الاستثمارية للعام الجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع استثمارية تسهم في توطين الصناعة والتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض في تنظيم المعارض واللقاءات بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني. أعلن فرع الشركة الليبية للموانئ بمناطق طرابلس البحري وصول الناقلة كيم ستار بأكثر من 10,000 طن من الذرة، مضيفا أنه في انتظار سفينة أخرى تحمل أكثر من 6,000 طن من الذرة خلال الأيام القادمة. هذا وأشارت إدارة ميناء طرابلس في بيان لله الأحد إلى وصول السفينة أنوار أفريقيا محملة ب 25,000 طن من نقود البنزين، متوقعة وصول سفينتين أخرتين محملتين بقرابة 200 حاوية و 3,500 طن من الإسمنت السائل. كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج النفط الخام تجاوزت 1,200,000 برميل يوميا. هذا وأشارت الوطنية للنفط بيان لها إلى بلوغ إنتاج المكثفات نحو 48,000 برميل يوميا خلال 24 ساعة الماضية. بحث عضو مجلس الإدارة للمبيعات والأمن الصناعي ميلاد عبدالله مع رئيس وأعضاء نقابة المحطات مشاكل شركات التوزيع ومحطات الوقود والانتشار الفوضوي لمحطات الوقود التي أصبحت إحدى أدوات تهريب الوقود وفق قوله. وأكد ميلاد أن الشركة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجاوزات، من بينها إيقاف تزويد المحطات المخالفة، مضيفا أن الوطنية للنفط تعتزم الحد من عمليات تهريب الوقود وإيصال المحروقات للمواطن بالسعر الرسمي حسب قوله.
قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة تاتنفت الروسية إن الشركة قامت بحفر آبار استكشافية في ليبيا وأن معدل التدفق من بعضها جيد. وأوضح المسؤول التنفيذي في الشركة في تصريحاته لوكالة تاس الروسية إنهم حفروا الآبار الاستكشافية تماشيا مع خطة التنقيب وحصلوا على معدل إنتاج جيد من بعضها، مشيرا إلى أنهم سينتقلون إلى مرحلة التطوير التجريبي إذا كانت حسابات وكفاءة التكلفة إيجابية. إلى ذلك، كشفت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز عن توزيعها ما يزيد عن 6 ملايين لتر من البنزين على محطات المنطقة الغربية. هذا وأعلنت شركة البريغا توزيع أكثر من 1 مليون لتر من الديزل انطلاقا من مستودع طرابلس النفطي، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب 5000 اسطوانة غاز طهوي من مستودع الهاني النفطي. أما في المنطقة الشرقية والوسطى، فأوضحت الشركة أنها وزعت ما يزيد عن 6 ملايين لتر من وقود البنزين انطلاقا من مستودعها براس المنقار ببنغازي على جميع المحطات بالمنطقة الشرقية. وأشارت الشركة أن شحنات وقود الديزل الموزعة على المحطات تجاوزت 7 ملايين لتر، مؤكدة توزيعها أكثر من 20,000 اسطوانة غاز طهوين على بعض مدن ومناطق المنطقة الشرقية. أما جنوبا، وزعت شركة البريغا أكثر من 900,000 لتر من البنزين على جميع محطات المنطقة الجنوبية. وأشارت الشركة وفق بياناتها لأن شحنات وقود الديزل الموزعة على المحطات سجلت 190,000 لتر، بالإضافة لتوزيع 1,800 اسطوانة غاز على محطات سبها وتجره، وذلك انطلاقا من مستودع سبها النفطي. إذا مشاهدينا، ختام الجولة الاقتصادية لهذه الليلة، العودة للزميلين رافع وخديجة، إليكما. شكرا لك يا محمد. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بضرورة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية في وقت قريب. هذا ونوه الدبيبة خلال اجتماعه بديوان مجلس الوزراء مع عدد من المسؤولين إلى أن أي جهة تؤخر ذلك ستسهم في انتشار الفساد في هذا القطاع، مشددا على آلية التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية. هذا وأبدى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي عبد العزيز حسين استغرابه من مراسلة مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة لمنظمات محلية ودولية لتوفير أكياس الدم، لافتا إلى أن المخزون الحالي يغطي احتياجات المرافق الصحية. وقال حسين في تصريح أو في رسالة لوزير الصحة إن المكتب التعاون الدولي راسل المنظمات دون استطلاع لرأي الجهاز باعتباره صاحب الاختصاص في إصدار التقارير متابعة التوريد ومدى توفرها. وكان مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة بحكومة الوحدة قد دعا المنظمات الدولية والمحلية لتوفير أكياس الدم بكافة أنواعه، قائلا إن هناك شكاوى تتعلق بنقصها في المرافق الطبية. مباشرة مشاهدينا إلى أبرز الأخبار الرياضية، يسحبنا فيها بدر عمار. شكرا خديجة. تفضل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تعادل ممثل الكرة الليبية الأهلي طرابلس مع الوداد المغربي في مباراته الثانية التي أقيمت مساء اليوم ضمن بطولة الملك سلمان للأندية البطلة. الوداد نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 3 من الوقت المضاف في الشوط الأول بواسطة لاعب أيوب عملود الذي سجل الهدف بكرة رأسية. وجاء الرد من الأهلي طرابلس في مطلع الشوط الثاني بعد هجمة انتهت بتسديدة عادت من القائم ليكملها اللاعب أحمد كراوع برأسية في الشباك مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 50. وبهذه النتيجة تساوى الفريقان في رصيد النقاط بنقطتين لكل منهما. وفي المباراة الثانية في هذه المجموعة نجح السد القطري في تحقيق الانتصار على حساب الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من البطولة. سجل للهلال ميشيل دالجادو وسالم الدوسري، بينما سجل ثلاثية السد القطري بغداد بنجاح وطارق سلمان وغونزالو بلاتا. وبهذه النتيجة يتصدر السد القطري فرق المجموعة برصيد 4 نقاط قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام الأهلي طرابلس. احتفلت جماهير نادي الاتحاد يوم السبت بالذكرى 79 لتأسيس النادي في العاصمة طرابلس،
وتجمعت أعداد غفيرة من جماهير نادي الاتحاد في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس معبرة عن سعادتها الكبيرة بذكرى تأسيس النادي الذي تأسس في 29 من يوليو من عام 1944. نجحت إدارة نادي النصر في تجديد تعاقدها مع قائد الفريق الأول لكرة القدم علي سلامة لموسم جديد، كما عزز نادي النصر صفوف الفريق بالتعاقد مع المدافع التونسي محمد الجويني، وكانت إدارة النادي قد دعمت صفوف الفريق بالتعاقد مع الدولي بدر حسن ومحمد الشتوي بالإضافة إلى محمود الشلوي. وفي أخبار التعاقدات أيضا، تعاقد نادي الهلال مع اللاعبين عامر التورغي ومحمد البرعسي قبل الدخول في المشاركة الإفريقية القادمة. إدارة نادي الهلال وبعد النجاح في تجديد تعاقدها مع المدرب المصري محمد عودة تسعى بكامل قوتها لتوفير النواقص التي يحتاجها المدرب من أجل الظهور بالشكل المطلوب في كأس الكونفدرالية الإفريقية التي يفتتحها الهلال منتصف أغسطس المقبل بمواجهة كاكامينغا الكينية. أبدى نادي الاتحاد موافقته بشأن مشاركة الفريق الأول لكرة السلة في البطولة العربية التي ستقام في قطر شهر أكتوبر القادم، ويشارك فريق الاتحاد في البطولة العربية التي ستنطلق مطلع أكتوبر القادم بصفته بطلا لمسابقة الكأس في نسخته الأخيرة بعدما توج بها على حساب فريق الأهلي بنغازي المتوج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة. أنهى المنتخب الوطني للكاراتيه بطولة شمال إفريقيا التي اختتمت بطرابلس في المركز الأول برصيد 53 قلادة، وتحصل منتخبنا الوطني للكاراتيه على 14 قلادة ذهبية و13 فضية و26 برونزية. احتضنت قاعة 17 من فبراير للألعاب الرياضية في طرابلس البطولة التي ضمت دول اتحاد شمال إفريقيا وهي ليبيا وتونس ومصر والمغرب بالإضافة للجزائر وموريتانيا. الأعداد هذا والتنظيم الممتاز بالنسبة للدورة انطلقت اليوم وكان فيها مستوى ممتاز وممتاز للغاية، وهذا يدل على شيء ويدل على العمل الكبير اللي يعملوا فيه دول شمال أفريقيا في لعبة الكاراتيه. ونعرفوا لليوم عندنا أبطال عالم من دول شمال أفريقيا الكل، حتى كان تحصل البطل الدويبي على ميدالية في بطولة العالم في تركيا اللي هو من ليبيا. طبعا هذا يدل ان التلاحم والسلام في ليبيا فجاءت من الجزائر ومن تونس ومن مصر ومن موريتانيا. قدمنا كل مجهوداتنا وتشوفوا التنظيم هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، وشهد فيه رئيس الاتحاد الدولي، والحمد لله بإذن الله وعدنا أن نستضيف بطولة أفريقيا باستضافة 52 دولة، فإن شاء الله يا رب نديروا مجهود أكثر من هيك. أخيرا أعلن بوكا جونيورز الأرجنتيني ضم المهاجم الأوروغوياني إيديسون كافاني في صفقة انتقال حر، وسيرتدي صاحب 36 عاما إيديسون كافاني القميص رقم 10 التاريخي الذي ارتداه الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا مع بوكا في السابق. وانتقل كافاني للبوكا بعد فسخ تعاقده مع فالنسيا بالتراضي بين الطرفين، حيث كان ينتهي عقد المهاجم الأوروغوياني في صيف عام 2024. ختام الرياضة مشاهدينا، العودة إلى خديجة ورافع وبقية الأخبار في هذه الليلة إليكم. شكرا لك بدر. طلب عدد من الحقوقيين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني في طرابلس طلبوا أعضاء الهيئات القضائية بالتمسك باستقلالية القضاء والالتزام بالشرعية القانونية وعدم التفريط فيها. وشدد الحقوقيون والناشطون في بيان لهم على ضرورة الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تجاوز القواعد والصلاحيات الدستورية، معبرين عن رفضهم لإعادة تعيين البرلمان عبد الفتاح القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. يجب على أعضاء الهيئات القضائية التمسك باستقلالية القضاء والالتزام بمبدأ الشرعية القانونية وعدم التفريط فيها. 2. الإصغاء لسلطان الضمير وعدم خيانة الأمانة وفق الأمانة وفق المادة 31 من الإعلان الدستوري. 3. الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تجاوز القواعد والصلاحيات الدستورية. 4. هيبة القضاء تتجلى في احترام وتنفيذ أحكام القضاء لإقامة العدل بين الناس،
لا سيما احكام المحكمه العليا التي تمثل اعلى هرم السلطه القضائيه. اقترح نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح تخصيص مليار دولار لجبر الضرر وإطلاق السجناء وخاصة سجناء الجنوب لضمان نجاح المصالحة الوطنية في ليبيا. جاء ذلك خلال ملتقى حكماء ونخب فزان بفندق المهاري في طرابلس تحت شعار الدعم والاستقرار والتنمية بحضور لافت لمكونات الجنوب. من جهته عبر وزير العمل علي العابد عن استهجانه لبيع الوقود والمخدرات وقوافل الهجرة غير النظامية، كما استهجن عدم قيام أفراد من الجنوب بحماية مناطقهم بدل أجسام عسكرية من مدن أخرى. هذا وشهد الملتقى حضور رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي الذي شدد على ضرورة انتقال المسؤولين إلى كافة المدن والأقاليم بحرية ودون قيود. هذا الملتقى يهدف إلى توحيد الأجسام السياسية الموجودة بالدرجة الأولى في المنطقة الجنوبية ومن بعد الانطلاق على مستوى ليبيا. نحن الكل يعرف بأن الجنوب هو ليس بمعزل عن الشرق ولا على الغرب، الجنوب هو جزء لا يتجزأ من ليبيا. فزان تعاني في الجانب الصحي، عدم وجود أدوية. أنا قادم قلت لكم من منطقة اسمها زمنو، للأسف كل ما نطلب علاج يقول لي ما فيش أطباء، ما فيش. قد يكون غير مبنى بالظاهر لكن في الواقع الناس ما. إلى خبر آخر، حيث أفادت منصة ذو شيفت الملطية بأن مكتب رئيس الوزراء الملطي رفض تمكينها من نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية في يونيو الماضي بشأن الربط الكهربائي. وقالت المنصة الاستقصائية إن ذلك أثار تساؤلات حول ما إذا كانت مذكرة التفاهم قد قدمت أي التزامات مع ليبيا لإمدادات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة التي تعرف باسم الهيدروجين الأخضر. هذا وأكدت المنصة أن طلبها رفض بناء على قانون حرية المعلومات الذي يمنع الكشف عن معلومات نقلت بسرية من أو إلى حكومة أجنبية أو أي وثيقة يمكن أن تلحق الضرر بأمن مالطا أو علاقتها الدولية. وقعت نقابة معلمي بلدية مصرات الأحد اتفاقية تعاون بين النقابة والمركز الطبي التابع لها ومستشفى الجزيرة الدولي ومستشفى سبيطار ببلدية مصرات. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمعلمين بأسعار مخفضة واستقبال الحالات المحالة من المركز الطبي التابع للنقابة، إلى جانب تبادل الخبرات الطبية بين هذه المستشفيات ومركز نقابة المعلمين الطبي. تم الاتفاق والتوقيع العقود ما بين مستشفى جزيرة الدولي ومستشفى سبيطار لتقديم الخدمات جليلة لكل منتسبي نقابة المعلمين بلدية مصراتة. نتمنى لهم كل التوفيق والسداد. دخلنا معهم في شراكة، تبادل المعلومات، تبادل الكوادر الطبية، أيضا تحويل الإخوة أو الحالات المرضية إليهم ومتابعتهم من الكادر الطبي لنقابة المعلمين. أعلن المختبر الطبي المرجعي في طبرق تسجيل 37 إصابة بين العمالة الوافدة في المدينة خلال شهر واحد. مدير المختبر المرجعي في طبرق طايع هاشم قال في تصريح خاص للأحرار إن الإصابات المسجلة جلها أوبئة كبدية في مختلف التصنيفات، مضيفا أن هناك إصابة واحدة بنقص المناعة المكتسبة الإيدز. هذا وأشار هاشم إلى خطورة هذه الإصابات على المجتمع المحلي، خاصة وأن جل الإصابات كانت تتعامل بشكل مباشر مع المواطن وبشكل شبه يومي. إلى الآن للأسف الشديد تم تسجيل 37 إصابة ما بين التهاب كبد وبائي وأيضا نقص المناعة المكتسبة. غالبية الإصابات في العمالة من الجنسيات الأفريقية.
نبقى في طبرق، حيث طالبت شريحة ذوي الإعاقة في طبرق الجهات المختصة خلال وقفة احتجاجية بضرورة النظر في احتياجات هذه الشريحة وتقديم ما يلزمهم من معدات ودعم. المحتجون وفي بيان لهم طلبوا الجهات المسؤولة بضرورة تقديم التعويضات المحددة في القانون المعني بحقوق ذوي الإعاقة شريطة أن تكون بجودة ممتازة، إضافة لضرورة إعادة النظر في ملف توزيع السيارات وما لحق به من فساد بحسب وصفهم. هذا وأشار المحتجون إلى ضرورة النظر في ملف التأمين الصحي وتوفير فرص العلاج وتقديم كل التسهيلات في هذا الجانب. رفع قيمة المعاش الأساسي ولكن بشكل قانوني، وذلك بمراعاة كل فئة وخصوصياتها، أي صياغة قانون يحدد احتياج كل حالة وعليه توضع قيمة المعاش. 2. الاهتمام بملف الإعانة المنزلية ووضع دراسة قانونية من ناحية القيمة والصرف بشكل شهري. بدأت جمعية الهلال الأحمر في مدينة نالوت حملة تطعيم الأطفال المقبلين على العام الدراسي الجديد، وتتواصل هذه الحملة أسبوعاً بمستوصف سيدي خليفة في نالوت. نتابع المزيد في التقرير التالي. بدأت حملة التطعيمات في مستوصف سيدي خليفة بمدينة نالوت للأطفال البالغين 7 سنوات استعداداً للعام الدراسي الجديد. اليوم بدينا حملة تطعيمات الصف الأول ابتدائي مرحلة التعليم الأساسي مواليد 2017. العدد المستهدف لهذه السنة ممكن في حدود 700 طفل. بدينا اليوم طبعا أول شيء يجي الطفل، طبعا نشكر أولياء الأمور على تعاونهم معنا وكذلك جمعية الهلال الأحمر ومكتبة الجيل للكتب والأدوات القرطاسية. هي اليوم كان لها يعني مجهود ساعدت في إنجاح هذه الحملة. طبعا أول حاجة احنا نبوا لأولياء الأمور يكون في إقبال أكثر عشان تتم العملية يعني بأسرع وقت ممكن. شهدت الحملة إقبالا كبيرا من الأهالي الذين أتوا لتلقي التطعيمات اللازمة لأطفالهم، وتميزت الحملة بتنظيمها الجيد وتنفيذها بشكل سلس بفضل جهود العاملين في المستوصف والمتطوعين من جمعية الهلال الأحمر الليبي بنالوت. احنا اليوم متواجدين داخل مقر سيدي خليفة مركز الصحي لأخذ التطعيمات لمواليد 2017. طبعا التطعيمات هذه تعتبر إجبارية للمواليد 2017. هنا دورنا هنا نحن نسق العمل داخل المركز لإقبال من المواطنين يعتبر جيد نوعا ما. حتى ساعات الصباح الأولى بدنا على تمام الساعة 9. أعرب الأهالي عن سعادتهم وتقديرهم لجهود العاملين بالمستوصف ومتطوعي الهلال الأحمر الليبي في تنظيم هذه الحملة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحمي أطفالهم وتساعدهم على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد. سالم القطوس، ليبيا الأحرار، نالوت. إذن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة مشاهدينا الكرام، فقد أفاد مصدر خاص من غريان للأحرار بتوقف الاشتباكات بين جهاز دعم الاستقرار والقوة المشتركة في منطقة تغسات وسط المدينة. إلى خبر آخر، حيث يستمر مركز سبها التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب في تقديم خدماته للمواطنين من مختلف مدن ومناطق الجنوب، وذلك رغم إمكانياته المتواضعة وقلة كوادره الطبية. بإمكانيات متواضعة وكوادر وطنية خالصة، يستمر مركز سبها التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب في تقديم خدماته للمواطنين من مختلف مدن ومناطق الجنوب. مسمى سبها لكن هو مركز علاج عقم المنطقة الجنوبية بالكامل. خدماتنا كلها موجهة لجانب معين من جوانب الحالة الصحية متعلقة برغبة الأسر في الحصول على طفل. لذلك كل الخدمات التي تقدم داخل مركز علاج العقم تنصب في المجال هذا. منذ افتتاحه قبل 3 أعوام استقبل المركز أكثر من 3000 حالة مرضية تم تصنيفها وإدراجها بمنظومة خاصة لتسهيل الحصول على العلاج، كما سعت إدارة المركز إلى توفير بعض الأدوية التي تعتبر باهظة الثمن بالنسبة للمرضى. كعنصر طبي ومعي زملائي نحاول قدر الإمكان أن نخفف الصعوبات عليهم، يعني حتى الإمكانيات، يعني فيه مرضى ما عندهمش حتى إمكانيات أن تحليل بسيط مرات نطلبوا منهم، ما عندهمش إمكانيات أنهم يوفروا، يعني لهذا نحاول قدر الإمكان أن نخفف الصعوبات على المرضى. بالنسبة للمركز منذ افتتاحها يعني سعى للنقطة هذه.
بالرغم من قلة الإمكانيات إلا أن مركز سبها التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب استطاع وفي وقت قصير تقديم خدماته للمواطنين. نظمت كلية القانون بجامعة مصراتة السبت احتفالية بمناسبة تخرج دفعة العام الجامعي الحالي بحضور أسر وأقارب الخريجين. وتخللت الاحتفالية كلمات أشادت بدور رجال القانون في تحقيق العدالة ودعم الاستقرار في عموم جوانب الحياة بحضور عدد من المسؤولين في الجامعة وأعضاء من المجلس البلدي مصراتة ومجلس أعيان مصراتة. طبعا سعيدين اليوم بتواجدنا في حفل تخريج واحدة من دفعات جامعة مصراتة. هذه الدفعة طبعا غير عن كل الدفعات، لأننا نتطلع كثيرا في مستقبل هذا الشباب، يعني خاصة في تحقيق ورساء دولة المؤسسات دولة القانون. أتمنى يعني أكيد كل التوفيق لخريجين اليوم. اليوم احنا بيصد حفل إن شاء الله تخريج دفعة تحتوي عليها 40 خريج إن شاء الله نحاول غزين نقدم الأفضل للبلاد، وإن شاء الله نأخذ بيد البلاد البر الأمان. انطلقت بصالة رياض الأطفال بمنطقة تساوى ببلدية وادي عتبة فعالية معرض نادي وصال لتمكين وتعزيز السلام والفن للنساء المهجرات من مدينة مرسك. ويأتي هذا المعرض برعاية مؤسسة البر والتقوى المدنية الخيرية بمنطقة السبطات ببلدية وادي عتبة. برعاية مؤسسة البر والتقوى المدنية الخيرية بمنطقة سبطات ببلدية وادي عتبة، انطلقت بصالة رياض الأطفال بمنطقة تساوى فعاليات معرض نادي وصال لتمكين وتعزيز السلام والفن للنساء المهاجرات من مدينة مرزق. تضمن هذا المشروع 20 سيدة من سكان مرزق في بلدية وادي عتبة. هذا المشروع نادي وصال للسلام والفن لإظهار مهارات السيدات عن طريق السلام والفن. تضمن هذا المشروع عدة جوانب، منها السعفيات والتطريز والخط والرسم، الرسم والخط العربي. هذا العمل الذي استمر لقرابة 3 أشهر هو معتمد أساسا على أشغال يدوية وحرفية تعنى بالتراث، تعنى بالأصالة، تحيي عند هذه المرأة التي نزحت وهجرت من بيتها ومن مكانها ومن مزرعتها. المعرض يستمر 3 أيام وتتضمن فعالياته عروضا للصناعات السعفية والحياكة والتطريز، إضافة إلى عروض الخط والرسم العربي والزخرفة. مع الإمكانيات البسيطة والجو الغير مناسب، ولكن أبدعت المرأة وسيطرت مثلا على هذه الظروف كلها في سبيل إنجاح هذا المعرض. يهدف المنظمون إلى تمكين المرأة وتنمية مهارتها وتشجيعها على الابتكار والإبداع، إضافة إلى ما تمثله مثل هذه الملتقيات من فرصة للتماسك الأخوي والدعوة إلى السلام والمحبة بالرغم من ظروف التهجير والمعاناة المستمرة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. إذن نترككم مشاهدينا مع حوارية الليلة والزميل هازم علي. إلى اللقاء. قبل فتح باب الترشح لها، يثير مقترح تشكيل حكومة جديدة الجدل بين الأطراف، حيث يصفها البعض بأنها محاولة لتعميق الأزمة الممتدة، يعتبرها آخرون بداية لحل وطني قد ينهي الأزمة. فما وراء مساعي تشكيل الحكومة؟ وإلى أين يتجه مسارها بعد الفاصل؟